السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، آخر بارت في يونت 4، بارت 4 يونت 4 منهج كونكت برايمري 2 تيرم 1 الترم الأولاني. طبعا شرحنا يونت 4 في بارت 1 بارت 2 بارت 3، والنهاردة ميعادنا مع آخر جزء في يونت 4 بارت 4 الجزء الرابع. يلا يا أبطال عشان نبدأ على الفونكس. الفونكس معانا جي والار والبي ال، جي ار بي ال، ليرن ساوندز ويز بي زي بي. تعالوا نتعلم الاصوات مع البي زي بي. ايه الكلمات الجميله دي؟ ده احنا درسناها قبل كده كلها. listen and repeat، استمع وردد. gray gray gray، حرف الجي والار كده، جرا جرا جرا. gray gray، اسود. black 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 black. يبقى عندنا two colors، اللون الرمادي او الرصاصي gray والاسود black. طيب number two، look and circle، انظر وارسم دايره زي المثال كده، gr and bl. green green green. grandma grandma grandma. circle يلا على g والr. grandpa grandpa grandpa. circle على G والR. blue blue blue. circle على ال BL. كلمات سهلة: gray black green grandma grandpa blue. عندك four colors، أربع ألوان. طبعا حافظين الكالرز قبل كده من أصلا من برايم 1، وعندك كلمتين من الفاميلي ممبرز، من أفراد العائلة برضو حافظين الفاميلي ممبرز. أوكي تعال يلا يا بطل على نيكست بيج، الصفحة التالية، زي ما عرفنا صوتهم تعال عشان نكتبهم. learn to write with busy bee. تعال نكتب يلا مع البيزي بي. الصفحة اللي فاتت لازم تكررها كتير وترددها كتير وتكتبها في النوت بوك الأول في كراستك، عشان هنا تكتبهم غايبا، مش تقلب الصفحة وتكتب هنا وتبص هنا، لا كده ما ينفعش. look انظر write اكتب and say. gray طبعا هو بيجيب لك كلمة في الأول كده مثال. طب grandma يلا نكتب حروفها، يلا الحافظ يلا الشاطر، g r a n d m a. برافو. طب number 3 أخضر، green g r double e n. number 4 grandpa g R A N D P A. number 5 black P L A C K. number 6 blue B L U E. اوكي كتبناهم، قلنا لازم نكون حافظينهم كويس، خلي بالك من دي. آه، تمام برافو عليكم شاطرين. يلا على البروجكت، على المشروع، هنشوف اللي احنا هنعمله ايه النهاردة. في البروجكت ماي سبورتس بوستر، البوستر الرياضي بتاعي. read and do، اقرأ وافعل. work in groups، الصفحة دي بتعلمنا التعاون كلنا. على فكرة لوحدك ما تعرفش تعمل أي حاجة، لازم تتعاون مع أصدقائك، مع فريندز، مع أخواتك في البيت، بتلعبوا مع بعض في البيت، كلكم بتتشاركوا مع بعض. الحاجة مش بتاعتك أنت لوحدك، بتاعتكم كلكم. نمبر 1 هنعمل زي الأولاد الشاطرين دول، draw or cut، نلون أو نرسم أو نقطع، and paste ونلزق pictures of your favorite sport، صور لإيه؟ لرياضتك المفضلة. في نمبر 2 color it، هتلونها. في 3 write the name، تكتب الاسم of your favorite sport، بعد كده تكتب. طبعا انت حفظت بقى، شوف انت بتحب التنس، الباسكت بول، فوتبول، الكاراتيه. اوكي طيب تحت بقى now say، الان تعالى قول my favorite sport، رياضتي المفضلة is basketball. واحد تاني يقول my favorite sport is كاراتي، my favorite sport is football، my favorite sport is tennis، وهكذا. تمام، ده بيعلمنا the importance of sports، أهمية الإيه؟ الرياضة. preventative health و language، my favorite sport is
بتتعلمهم في البيج دي، يعني وانت بتلعب نفس الوقت ايه بتتعلم. بس لازم عشان تنمي مهاراتك لازم تقص وتلزق عشان الكلمة اللي انت حفظتها تلزق كمان هي ايه في عقلك وفي دماغك يا بطل. نيكست بيج، الصفحة التالية. show and tell. show يعني بين، and tell واخبر. choose your favorite sport. اختار رياضتك المفضلة. and wear the clothes. والبس الملابس بتاعتها. now say. now say قول زي زميلتك كده. زميلتك بتقول I can play tennis. استطيع ان العب التنس. it's my favorite sport. انها رياضتي الايه المفضلة. واحد تاني هيقول I can play football. استطيع ان العب كرة القدم. it's my favorite sport. and so on. وهكذا. صدق. self assessment. تقييم نفسي. read and color. اقرأ ولون. the stars. النجوم. that describe your effort. اللي بتوصف مجهودك. هل انت يا بطل كنت بتذاكر تسمع الكلام وبتهتم تكتب الهوم وورك ولا كنت بتكسل؟ هنعرف بقى لما تيجي تلون هنا وتقيم نفسك. الفوكابلري. شوف المفردات، اقرأ جنبها وشوف اللي انت قدرت تعمله. عندك الفونكس الصوتيات. لايف سكيلز في الساينس والماس. البروجكت عملته ولا ما عملتوش. كل ده تقييم لنفسك عشان مستواك يتطور وتبقى ان شاء الله ممتاز وتبقى شاطر وتبقى بطل وتبقى نمبر 1 مش نمبر 2 ولا تبقى الاخير. تبقى رقم واحد في التعليم، رقم واحد في الادب، رقم واحد في الدين، رقم واحد في كل حاجة جميلة. اوكي، نيكست بيج، صفحة الفنانين الارتيستس. بلاي تايم، حان وقت اللعب. دي صفحة الفنانين بقى. مش اي حد يعرف يخرج لك الصفحة دي صح الا اللي عنده موهبة واللي بيركز. عايزك هتلون، هتتخيل كده في فريقين قدامك بيلعبوا، تمام؟ هتلون فريق بلون، هتلون فريق بلون، والاتنين بيلعبوا مع بعض. شوف فريق مثلا اصفر وفريق احمر، ازرق واخضر، وتلون بقى. طبعا هنا لازم يكون في تناسق في الالوان. هتلون وما تخرجش بره الاطار عشان تتحكم في القلم. عشان ايه؟ عشان خطك يبقى جميل. يعني الصفحه دي اصلا بتحسن الخط مش بتضيع الوقت. ده هتخلي خطك جميل جدا باذن الله تعالى. اوكي، لونها وابقى قول لي في التعليقات انت اتخرجتها ازاي وشكلها حلو ولا مش شكلها حلو. مفيش مشكله، المهم تتعود مره بعد مره. هتيجي تبص تلاقيك بقى عندك موهبه جميله، حتى لو بسيط على اي صفحه ملونه وعملت زيها مفيش مشكله باذن الله. The last page، اخر صفحة. play time، حان وقت اللعب. شايف في الجدول اللي قدامك ده؟ الجدول ده مهم جدا، هيبين برضو انت حفظت الكلمات ولا ما حفظتش. find the words، اوجد الكلمات اللي قدامك دي. tennis، كاراتيه، football، hit، kick، racket، ball، throw. اوكي، هتطلعهم طبعا من البازل اللي قدامك ديت، اللعبة اللي جميلة اللي قدامك دي. طبعا اصلا الكلمات موجودة قدامك، انت هتدور بس، هتعملها فايند، توجدها من التيبل اللي قدامك. بكده انت حبايبي نكون وصلنا لنهاية يونيت 4، وكان معنا ده بارت 4 الجزء الرابع. اتمنى نكون وفينا في شرحها. نعملها لك في 4 فيديوهات، 4 فيديوز. ان شاء الله مستواك هيبقى جميل وهتبقى ممتاز جدا باذن الله تعالى. ما تنساش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. محتاجين دعمكم. thanks for watching. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في unit 5. see you in unit 5. bye bye.